أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات. من جانبه بدل خادم الحرمين الشريفين السيد الرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وأمن وسلام. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.